عندك سنة صنعت زياد، صنعت الجاز، صنعت الجزائر أكيد في كأس أفريقيا 2004 ضد نيجيريا صحيح. في الدومي فينال ماهوش غش لكن صنع، تستغل سوء تقدير من المنافس، وهذا اللي توا انا نعتبرها فرصه للافريقي لو جسمت بطريقه جيده. يلا لعل ختامها مسك، يا الله التجاري بنعيد طويله نحو القائمه الثاني، نحو القائمه الثاني والافريقي وخطوره على دفاع الاهلي والكره في ملتقى الجزاء واخاف الاضرار، يعني ابعاد الكره من صبري لحين من الباك يسار طبعا دانيل سانشيز وكل بنك الافريقي واقف. هذه هي الكره الموجهه نحو القائمه الثاني من تجاري بالعيد. يلا ميناوي، يلا ميناوي، وهناك شهاب الزغلامي يعني حاول يكمل عمل زميله ميناوي، هذا هو الزغلامي. يلا نعملوا توش طويله على الطريقه الانجليزيه كما الانجليز، ومن جديد ياسين الميكاري اللي اعطاه يعني اضافه لهجوم الافريقي على القائم الاول، بوكسينج من حارس والميناوي وعاليه عاليه يا عمده، عاليه يا عمده. فان باستن يعني في اورو 88 تقريبا بصفه مشابهه يعني، لكن في الجهه اليمين في الجهه المقابله عمل نفس الحركه، لكن كانت صعيبه، يسمى توازن ويسمى يعني حركه مسقه كما يرجم، صعيبه خصوصا هذه الكره كانت تقريبا لجسم الميناوي تقريبا وما كانش مهيئ باش يسددها، لانك لما تكون ماكش مهيئ ما تنجمش تسيطر عليها وتوجهها بالطريقه اللي انت تحب عليها. من جديد الكره الثانيه، لكن يلزم قبل ذلك يعني الحضور في خط الوسط وقطع الهجمه المرتده، رفع رايه من المساعد، خطا ضد حمزه العقربي كان قريب من العمليه، الخطا المساعد كانت كره بين العقربي وسليمان. ثلاثة دقائق يعني مازالوا في زمن المباراة باحتساب الوقت البديل. ومن جديد الأهلي مع أحمد صبحي رمضان، هذا عبد الله محمود سعيد، وحذاري من الدوش البارد، حذاري من الدوش البارد، يعني الهدف الثاني حذاري. التجاني بالعيد، يلا التجاني يمر يمر، ما كانت سهلة في محتاج المساندة، محتاج المساندة يعني مش سهلة، واحد ضد واحد في مثل هذا التوقيت. يلا يلا انت يعني فريش، انت بصدقك دخلت، يلا يلا ما قصرش ما قصرش، انت فريش وانت مازلت كي سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري يلزم تربح الديوال، صحيح يلزم تربح الديوال قدام لاعب عنده 90 دقيقة في رادس، وخصوصا انه يملك السرعة. الكرة الأخرى، هذه كرة تقريبا الأخرى، وإن شاء الله إن شاء الله كيفية تنفيذ المخالفة مهم جدا. الكرة الأخرى، ثمانية لاعبين في منطقة جزاء الأهلي المصري باستثناء حمزة العقربي مع فاروق بن مصطفى، حتى فاروق بن مصطفى، حمزة العقربي في دائرة الوسط والحارس في منطقة الجزاء. يلا يلا شباب، الكرة الأخرى، فما بلال العيفة وفما الحارس كذلك في الهجوم، التوزيعة يلا كرة ثانية وفريق بن مصطفى، إمكانية للتصوير، إمكانية للتصوير، ومن جديد النادي الإفريقي يرفع الكرة عالية، يلزم الصعود والحارس يحط في الركنية، أحمد أيوب يحط في الركنية، أوه سيناريو مثير، يا الله يا الله، يعني سيناريو مثل ما يحدث في المباريات التاريخية، حارس مرمى في الهجوم. هذه عملها ايان سليمان في المانيا، عملها مع شارك نورفير وسجل، التوزيع التوزيع والراسيه والهدف الثاني، والهدف الثاني، والهدف الثاني، والهدف الثاني، هذه تشبع للمحايسي والسليمي، الهدف الثاني من نادر الغندري، من نادر الغندري، والافريقي يرجع من بعيد، والافريقي يرجع من بعيد ومن بعيد ومن بعيد، هذه عملها عادل السليمي ولطفي المحايزي، النادي الافريقي هذه عملها عادل السليمي ولطفي المحايزي، وعملها معهم سامي النصري، والافريقي عقليه، هذا اللي نتكلموا، الافريقي عقليه، الافريقي ما يرميش المنديل، ما يضيعش، دائما نمرم حدودنا، احنا كنا تكلمنا ان النادي الافريقي قادر على مخالفات وقادر انه يسجل، وهذا اللي هو بالعزيمه بالاصرار، الكوره تعطيك حقك.
مش محتاجين نادي افريقيا انه يلوج على ضربه جزاء، هذا هو نادي افريقيا. ما لوجوش على بينالتي وما لوجوش على يعني اخطاء، وهي لوجوا على الاهداف اللي تتسجل يعني بعرق بالجرينتا. بالجرينتا هذا هو وبعرق رجال وفي الجرينتا. الجرينتا بتاع الكلوب اليوم في احسن حالاتها، في افضل تجلياتها. الجرينتا بتاع طبعا بين اللعيفه وبتاع نادر الخندري، الجرينتا بتاع 40,000 متفرج بصوت واحد اليوم، بصوت واحد مع الافريقي تقريبا. سبحان الله، يعني التاريخ يعيد نفسه، نهار النصري المحارس السليمي ونهار لعيفه التجاري بالعيد والغدري. الافريقي عقليه، افريقي عقليه، الافريقي عندهم لاعبيه وقت اللي ما يقدمش حتى مباراة كبيرة. الافريقي موجود بالاصرار بالعزيمة بالجرينتا، وهذا اللي قلناه في اخر لحظة من الوقت بدل الضايع. الافريقي يسجل ويرجع في النتيجة. لم يعد يهم الترشح عادل السلامي. لا لا لا، حكاية كأس الكاف اصبحت حكاية فارغة، قصة ثانوية.